انت والاقتصاد مع البورصه.com. مرحبا سي مونجي. اهلا وسهلا. ما نجمش نفلت الفرصه وقت اللي قدامي مرشح للرئاسيه وهو كما قالوا احنا بالتونسي بنكيجي، باش نرجع معاك على قانون البنوك اللي تصادق عليه في 2016. صار عليه برشا حكايات، برشا مشاكل، برشا تغييرات. صحيح. في الاخر بالكل تعدى القانون. فما حاجات اللي ممكن انت بيدك حكيت انك حبيت تكون موجوده، فما حاجات اللي حبيت ما تكونش انها موجوده. هذا تعديلات فيه وقعت اعتمادها، فما تعديلات ما وقعش اعتمادها بالضبط، وكنت مؤثر فيها داخل اللجنه الماليه باش العديد من المسائل تغيرت. هذا هو، هذا علاش انا ديجا رجعت معك في الحكايه هذه. باش نبدا بالسؤال الاولاني على البنوك اللي هي تمثل عرصه من العروص نتاع الاقتصاد التونسي، هي والاستهلاك. كيفاش تشوف انت كرئيس دوله، هل هناك مبادرات تشريعيه في تحديد دور البنوك اللي تشوفه في تصورك انت الجديد؟ شكرا لك. هو فما شيء اللي منذ 2012-2013 طلبنا به، فما معناها في اشكال متعدده، فما شكون طرح ديفون دافيستيسمون في لي ريجيون، معناها صناديق استثمار في الجهات، فما شكون طرح بنوك جهويه، وفما تجارب موجوده فيها في العالم ونجحت. فما شكون طرح بنك الجهات، طرح بنك الجهات وبنيناه المقترح هذا وجيد. اعتقد انه بنك الجهات ينجم يكون حل في المرحله اللي تعيشها تونس، خاصه فيما يتعلق بتنميه الجهات وفي تمويل الاقتصاد. بالنسبه للبنوك، اليوم هي عنصر من المشهد المالي، والحل والتصور اللي نقدمه انا، وهذا وين يجي الفارق ما بين هذا او ذاك، هو في الرؤيه. معناها اليوم اذا ما تشوفش تونس كما قلت لك 2025 و2030 و2040 ما تنجمش تشوفها تو. علاش؟ تنجم تشوف معناها حاجه بعيده وهي راهي قريبه ما تعملهاش، وتنجم تشوف حاجه قريبه قدامك وتكون راهي بعيده ما تعملهاش، دونك تعمل حتى شيء. دونك اللي هو بعيد لازم تشوفه بعيد، واللي هو قريب لازم تشوفه بعيد، واللي بعيد تعمل له ايش يلزمه باش توصل له. وفي هذا انا شو نقول؟ نقول تونس اليوم عندها حاجه للتمويل. اليوم الشاب اللي حاب يعمل مشروع نتاعه صعيب باش يدخل للمارشي، سي تون باريير لونتري للاكسي او مارشي، احدى من لي باريير نتاع الحواجز نتاعها هي التمويل. اليوم بالنسبه لي انا نوجدوا معناها لي فورم دو فينانسمون التيرناتيف، فما برشا في العالم موجوده، معناها العرض موجود، لكن او ميم طون نحب اقتصاد مستدام ماهوش ظرفي، حب اقتصاد اللي غدوة فيه تونس موقع معناها واقفة واقفة، فهمتني؟ لا عندك اقتصاد متقدم عتيد قوي. شكون تاني؟ عطاو نقول لك المقترح اللي قدمته وقلته من 2012 وما زلت ندافع عليه وباش يقع ان شاء الله، اللي هو تحويل تونس الى سوق مالية جهوية. لانه اليوم نجم نلعبوا دورنا، نحن نعرفوا في العديد من التجارب العالمية فما بلدان صغيرة اللي تموقعت الجانب هذا، ومعناها لو نيفو دي فلو الموجوده دي كابيتو دي زيشانج وكل تعطيها معناها موارد كبيره، ان دو تعطيها لاكسي او فينانسمون دون توت لا ريجيون. اي مشكله زاد هوني، فما كي نخضروا للجوار اسكو عندنا الامكانيه ممكن ا موين تيرم نحكي ولا ا لون تيرم كي نشوف المغرب وصلت. اي اسكو عندنا امكانيات احنا تو باش نبداو باش نطبقوا اللي تحب عليه انت وقت اللي نقاو هذا الفكره الاولى شنو هي؟ فما شيء قريب نجم تعمله وتشوفه بعيد، فما شيء بعيد اللي يتعمل وتشوفه قريب تعمله. هذا التصور، هذه انه النجم وما نجموش النجم. شنو النجم؟ وقتاش تبدا الصوره واضحه وين ماشي ونحطه، يعني انه الفكره ذي قابله للتحقق. اش معناها؟ فورمات اللي مويان باش تحط دونك ممكن باش نقدموا، ما فماش حاجه مش ممكن. واضح باش نقدموا داكورد ولا باش نقدموا، معناها اخذ باعتبار معطياتك الواقعيه ما فما حد شيء ماهوش ممكن. دونك لا الفكره وصلت، باش نقدم تعمل الشيء اللي العديد يتخيلوا ماهوش ممكن. هذاك علاش اليوم احنا ماشيين في الاستحقاق الانتخابي هذا وانا متقدم ليه. يتصوروا برشا شيء مش ممكن لكن ممكن. واضح الامور باش تبدل ان شاء الله بعد نهار. باش نقدموا سيمونجي ريكابيتاليزاسيون تاع لي بنك بيبليك اللي صارت، اسكو كان فما في وانت عشتها ان طونك بريزيدون دو لا كوميسيون دي فينونس في الار بي، اسكو فما بعض الاجراءات اللي تعملت باش نمنعوا البي اف تي والشيء ما صارش؟ والله نقول لك انا فما مقترح توجد فيما يخص البي اف تي
واللي قاعد يقع في البي اف تي ممكن ياسر تحكي في صوره نتاع فما شكون اساء التصرف وعطى ورقه فيها عفو عام للسيد اللي كان كذا وسمحت له باش يعمل قضيه. البي اف تي سي في ديار من الاس تي بي، واضح الاس تي بي ثروه ثروه ثروه، عندها دي كونت دورمون في اللي بارني اللي حتى حد ما عادش بيجي يخاف، عندها فلوس راكده شيء غريب اللي ما يعرفوهمش الورثه واللي ما يعرفوهمش كذا، وعندها ان باتريمون ايموبيلي انورم، وعندها معناها يعني ديفيرسيفيكاسيون دي اكتيفيتي كبيره، وعندها دي شانس انها كانت ثاني بنك في افريقيا او شركه تونسيه بنك. اي دونك لا معناها يسمى شنو اللي صار؟ مطمع كبير وهي في ديال. دونك شنو اللي يقع؟ الخلاف اللي يقع وين يقع تحكيمه؟ يقع تحكيمه في مؤسسه تابعه للبنك الدولي. هكا ولا؟ بالضبط. فوالا هذي واللي عندها مصلحه في هذا، نحن نعرفوا اللي من 2014 البنك الدولي توجه نحو خصصة البنوك العمومية، ونحن وقفنا قدام هذا لأنه هذه كانت استراتيجية، لأنه هذه نجم يعدل السوق، لأنه نجم يلعب دورهم في تمويل الاقتصاد الوطني كما كنت تقول شنو هي الحلول باش يلعبوا دورهم في الاقتصاد الوطني. البنوك العمومية لعبوا دورهم في تمويل الاقتصاد الوطني ومازالوا نجموا يلعبوا دورهم، ونحن شنو نقولوا اللي وقع في هذا هو فما أنا اكتيف كبير، فما اون فيليال قاعدين يفرغوا في الاكتيف هذا نتاع السي بي من خلال وانه لو باسيف هذا اللي متعلق بالفيليال يكبروا فيه. دونك غدوه وقت اللي يحبوا يحطوا الاس تي بي للبيع يلقاو الفالور نتاعها في تكون 10 تكون 1. دونك سي مانوفر معناها كو اللي انا معناها جو دينونس هذا دو مانيير واحد، سي سون دي مانوفر سون دي ارتيفيس اللي عملوها خاطر المؤسسه هذه تخدم وصالح يعني كذا، ونحن نعرفوا لو كابيتاليزم فينانسي سي لو كابيتالي سي لو كابيتال كي دومين توت لاسفير ايكونوميك. بالضبط تو ما جاوبتنيش اسكو صار معناتها دي مانيبيولاسيون وقت اللي صارت لو كابيتاليزاسيون حكايه البي اف تي باش يخرجوه. اي فما الجانب هذا فما لا ركابيتاليزاسيون. لا ركابيتاليزاسيون منين جات؟ من الدولة ومن الشعب. اي الدولة شكون؟ سي لو كونتري المجلس النواب الشعب ما كانش عنده معطيات حتى من الشعب ومن لي زاكسيونير هيستوريك. سي لو كونتري بيير وخروجها من البريمتر دو كونسوليداسيون تاع الاستيبي بشكل البيها. الحل هو كان انها تخرج من البريمتر دو كونسوليداسيون. اسكو حل كان ياك على السيسيون نتاعها وقتها كان ياك فهمتني معناها التصفية نتاعها وقتها كان وقع وقتها ما عندها حتى علاقة توا ب الاستيبي وإمكانية تصفيه معناها الاملاك نتاع السي بي ولا السي بي. شنو الوقع وقتها باش ما تصيرش هذيك هي الحكومات اللي عندك معناها عندها حتى علاقه باش تدير الشان العام وتنظر الامور بعمق وتنظر لانه المسائل راهو شوف في العالم. السي الرحوي سامحني عمر العودي اشار في الاول للاي بي وهذا مهم جدا. مجلس نواب الشعب في الوقت هذاك وقت اللي قضيه البي اف تي تظهر وتتخبى وانتم كنتوا تلاحظوا وانت كطفل هذا قلناه في شان لكن فما اغلبيه تحكم كيفاش وقعت انا نوري ننبه المعارضه تقول هذا قلناه موجود وموثق لكن الاغلبيه اختارت شيء اخر اخترت فما حاجة مرضتنا بها وأضرت بالبلاد تواصل الدولة. أنت تتكلم على كذا ويقولك تواصل الدولة تواصل الدولة وقع ثورة فما حاجات معناها في علاقة بالآخر يزمك فهمتي لتصلحها وتعدلها. الآخر عنده تورط في ما وقع في تونس أنتم ما تعرفوا أورانج ما كانت مع العائلة بيجو ما كانت مع العائلة فورد ما كانت مع العائلة هذو بيجو ما كانت مع العائلة كل المشاريع الكبرى يستعملوا الفاسدين والفساد وفي فيه غير كامله باش يكبر شي الدفر نتاعو عنده حاجه واحده لانتيري قداش يربح. دونك هذوما عندهم معناها عندهم تدخل في مصلحه تونس ومسؤولين عليه على خاطر بالنسبه لهم هما انيمي معناها بهدف الربح فقط باش نسكر الموضوع وكذا باش نسكر الموضوع. هذاك علاش تواصل الدوله هي كان في اطار انه تتواصل مصالح اللي اضرت أيما أضرار تونس بما فيهم سياسات
صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. باه نسكروا الموضوع نتاع البي اف تي، نحكيوا شويه على الدبلوماسيه الاقتصاديه. برشا نحكي معاهم يقولوا لي راهو توا سفير في تونس، سفير تونسي في دوله اجنبيه راهو ما عندوش كما متعارف عليه في العالم الكل كاس نوار يصرف المكتوبه باش يجيبك الاستثمارات ولا باش يغري لرجال الاعمال، من نجمش يتصرف في الحكايه هذيا، تسميات بالولايات هذيك معروفه، ترقيات ماهيش ماهيش حاجه اخرى. اسكو فما انت عندك مبادره والا فكره واضحه في 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 ذهنك في الحكايه هذه بالذات؟ ساعة النوار نقول له ما نحبوش ولكن نقول كاس النوار تحت تصرف الدولة طبعا. حتى تصرف الدولة خاطر مش 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 حتى تصرف الدولة اي انسان ينجم يجيب حتى تصرف الدولة فما بلدان تقوم على الشفافية ولابس عليها وتجيب في استثمارات وتطور في استثماراتها وكذا. ونعطيك امثلة الدنمارك في نطاق التنافسية هذه ما نسالش في طارة ما فماش النوار عمل على ذراعك وعمل على خدمتك وجهدك ونوعيتك والتميز نتاعك ما تسحقش لا كاس نوار لا كاس. ولكن هنا نتعامل مع الدول اي نتعامل مع الدول خاطر كاس نوار مش تعامل مع الدول باش تعطي الدوله كاس نوار. لا ما فما كل دوله تتعامل لا دوله باش تجيب استثمارات مش دوليه معناتها. لا لا خلينا نتفاهموا حتى ديزينيسياتيف بريفي معناتها. خلينا نتفاهموا في مبادئ اي اللي هو مبدئي مبدئي ما فيهوش حتى شيء. فماش لا فما الشفافيه هذه مساله ثابته. مساله الوضوح مساله ثابته. دونك شو نقول انا؟ انت حاجتك بالدبلوماسيه ايكونوميك حاجتك بها طورها حطيها لي مويان. عطيها لي مويان دون لا ترونسبارونس. قلت لي انت ما عندكش لي مويان. تعطيها لي مويان. مش تعطيها نوار مويان وتعطيها حاجه اخرى مش مويان. تعطيها لي مويان تعطيها الامكانيات باش تمارس السياسات نتاعها. علاش نقول لك انا شكرا لك. على خاطر قايم على اهداف وقايم على نتائج وقايم على وسائل لي مويان اللي باش تنفذ بها الاهداف هذيك. شكرا لك سيمون. شكرا لك.